أنا وقت بمسك البلد كأني فتحت باب مخبر، لا أبرح حتى أبلغ. أنا متزوجة وعندي 4 أولاد و5 أحفاد، حبيت أن يكون مثال للأحفاد وللأولاد لآخر درجة بحياتي. بيقولوا زمان إنه لما نحقق الهدف بيكون 1% منه نجاح، ولكن 99% منه جهد، سعي، طموح وشغف وحب كبير ما بيتغير مهما تقدم فينا العمر. وهذا يلي صار مع السيدة لميس زنبوعة البالغة من العمر 58 عام في عشقة الفن وسكن قلبها من الطفولة، ولكن ظروف الحياة والدراسة بدل ما تخليها رسامة جعلت منها صيدلانية. بس هذا ما بيعني إنها توقفت عن السعي وراء حلمها، فهي دخلت لحركة تشكيلية بلمسات الأنثوية الخاصة وتخرجت بدرجات امتياز. أنا من صغري بحب الرسم وبحب التلوين، بس انه انشغالي بالدراسة الأكاديمية ما فتحت لي مجال لاني التفت لهذا المجال، بالإضافة ل يعني الزواج والإنجاب الأولاد والعناية بالبيت. حاصة على إجازة بالصيدلة والكيمياء الصيدلية من جامعة دمشق، كمان مرتبة جيدة جدا. بالنسبة لتوجهي يعني انه ما كان هذا من الصغر، هلا البيئة اللي ربيت فيها هي بيئة تقريبا فنية ذواقة للفن، يعني كان الوالد ولا حتى الوالدة. بالصدفة وجدت أنه يعني فيني سجل مركز الإسماعيلي، كانوا فاتحين مجال فحص القبول، فقدمت عليه والحمد لله رب العالمين، الله أكرمني وانقبلت. أول مرة قدمت على فحص القبول لمركز أدم إسماعيل وقت طلعت نتيجة كنت راسبة، فأنا رحت بدون أي استعداد الحقيقة ولا أي دورات رسم نهائيا. فوقت عرفت شو المشكلة تبعي، إنه أنا بس برسم يعني مثل يعني على القديم. عملت دورة لتظليل، لطريقة التظليل، قدمت مرة تانية لفحص القبول، الحمد لله رب العالمين انقبلت وطلعت بالمرتبة الرابعة. التزمت بالدوام والتزمت بالنظام والتزمت بتقديم المشاريع دوما، في نهاية الأسبوع كان عندنا مشروع. الملل نهائيا أبدا ما كان، حتى بقول لك إنه أنا صار عندي ظرف صحي وصار عندي كسر بالعمود الفقري، تعطلت شوي، بس مجرد ما اني قدرت وقف على اجري مباشرة استمريت، رجعت داوم ورجعت التزم بالمشاريع المطلوبة منا وكملت كله تمام. لا شك انه الواحد وقت بده يرسم بده يطالع الشيء اللي بداخله، والبيئة هي اهم العوامل اللي بتأثر على الفنان. لذلك رجعت لموضوع الريف بمشروع التخرج. كتير حلو الواحد انه يزرع وعاود يحصد نتيجة عمله. طبعا هي في فترة من العمل، في فترة من الجهد، في فترة من الانتظار، في فترة من الصعوبات اللي واجهتنا، بس انه بالنهاية كانت ثمرة طيبة كتير ومفرحة وانبسطت كتير بهذا الانجاز. بالنسبة للأولاد يعني أنا بلاحظت إنه الميول الغالب هو الميول العلمي أكثر من الميول الفنية، فحتى أنا كنت أملهم بوظائفهم الفنية يعني المطلوبة منهم بالمدارس. الأحفاد لا عندهم ميول فنية، أنا ما بنتظر الأحفاد لحتى يجوا، أنا وقت برسم رسمة ببعتهم لأولادي لحتى أرجوهم لأولادهم. يعني أنا بدي الأحفاد يحسوا بهذا الشيء، لأنه نحن ما بنوقف التعلم ولا بنوقف تطوير نفسنا، لازم دوما نمشي لقدام يعني نوسع مداركنا، نوسع أدواتنا للتعبير، لأنه الرسم هو فن، هو أداة من أدوات التعبير. كان الزوج متفهم تماما، كان داعم تماما، حتى يعني أي بدك أي شيء كان يجيب لي، يعني أصر بشيء يجيب لي. حياة نحن عايشينها مرة واحدة، لذلك لازم نعيشها صح ونستغل كل دقيقة فيها. بالنسبة لسيدات البيوت اللي عندهم أولاد، بقول لهم أنا أول شيء يرتبوا أولوياتهم، يعني إذا كان أنا بالنسبة لي كانت الأولاد هن أولوية، لأنه نحن عم نربي أبناء المجتمع ونحن لازم نقدمهم بيكونوا أقوياء جسديا وفكريا وقادرين على العطاء والإبداع، لأنه هن عم يبنوا هذا المجتمع.
الصيدلة أم الفن؟ هلأ بقول لك إنه اثنين ممكن بيشبهوا بعضهم، في النقاط التقاء مع بعض. هلأ مثلاً يعني الصيدلة بتقدم منتوج طبي لإسعاد يعني أو لصحة الجسد، بينما الفنان بيقدم منتوج جميل لإسعاد الروح، والروح والجسد هن شيء واحد بالإنسان.